الوداد داو الشامبيون يا سيدي، هنيئا هنيئا لفريق الوداد وهنيئا ليتنايا فهمتي، وهنيئا لفريق الرجاء يتهناو منا. معليناش تنتكلمو قلت لكم هاد الايامات كانت الهيلله ديزا في التواصل الاجتماعي تيتكلمو على الفساد اللي وقع في مراكش. ايوا هادشي فهمتي، هادشي ماشي يلاه ولا اليوم، هادشي كان جاري بيه العمل من بكري. انا باقي العقل، كنت باقي صغير، باقي صغير نسمع مع الدراري ولا الدرب نتاعي هادو، هادشي ديال هادشي ديال التقوى ديال هادشي كان 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 في عهد مولاي احمد العلوي بن هيما الامير مولاي عبد الله وزيد وزيد، هادو كانوا كلهم في هادشي ديال هادشي ديال هادشي ديال التقحبين نتاعي. وكثريا من داك اسمو داك اسمو داك الكلوب اللي كانوا حدا البومبيا الريساني، الريساني كان هذاك هذاك المحل ديال 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 التقحبين مولاي احمد العلوي ديما تما تيجي تما. هو كان عنده البيت الله عنده، يعني ما نقولش كلمة على المرحومين الموتى، يعني هذا وزيد عليهم وابن هيما، وهذا ابن هيما في الرباط اش كان داير، وكان هذا وكان يديب كان يجوج عباد الله صحة. واحد دري ولد لبنى لصق لي وحده، كان معاهم على الدايا وقال يجوج معاه ولا غادي نحيدو نجرو عليك من الخدمة. مسكين ما صابش، يلا إلا خرج مشى خدا خدم في الرباط. إوا الحمالة قالك من هيما واحد منهم، معليناش مبقاش نقولو. وزيد على تا سجل المازا، سجل المازا اللي في لاكورت إلا باقي حال. تا هو تا هو كان كلام ديال الدعارة، هادشي ديال العيالات ولا لا، او هادشي ديال هادشي ديال سمو هادشي ديال لي ماغازان والحلاقه والمصورين، هادو كلهم كلهم هادو هادو غير فايس ندير، ما كلشي ديال الدعاره. كنت تشوفهم كثيرين المعارف، داك واحد المحل كان دارو في المعارف، بحال قلتي بحال قلتي شي ميني مول نسيت سميتو، كانوا دارو فيه الحوانت تلقى في العيال تما، كلهم ما كلهم الدعارة، الدعارة ندير الحوايج تما، هادي تبيع السيكار، هادي تبيع اللقفات، هادي تبيع هذا هذا. إيوا تمشي تريح وتشوف تشوف حتى شي حاجة والو، لا بيع لا شرا، غير هذاك الشيء دايرين دايرين هذا تقوى اللي خدامة. إيوا هادشي اللي تنقول، هادشي معروف معروف، هادشي معروف. ومراكش مراكش من يلاه بدات، ني الله بلا شي ني ندير مي عطا مش لي توريستيك ديال بصح. الناس مشاو بزاف، الناس مشاو من الدار البيضاء، مشاو هذا مشاو تيخدمو تما، ومن تما دبروا على راسهم ومشاو للخارج فهمتي. ما عليناش ما نتكلموش على هادشي ديال هادو ديال الصالون ديال الحلاقه، وهادشي اللي مصمم ديال اللقفات
واش عيب هاد القفتان، داك الكتان ديال القفتان اللي تباع هنايا فابور في هانسلو، في هانسلو ولا في النواحي ديال الهنود، وفي المغرب تيبيعو بثمن. علاش علاش هادشي؟ علاش؟ وتتشوف تتشوفهم تيتكلموا بشي ارقام خياليه. شريت الحانوت، الحانوت 180 مليون، والحانوت شمن الحانوت؟ حانوت شي حانوت درت فيه هذا ودرت فيه هذا، كلشي كلشي اوفر انفليتد. علاش؟ لان فيه الفلوس ديال المخدرات ديال الكوكايين باللغه العربيه، ديال العربي العربي الكوكايين. داكشي اللي تسمع انت 50 مليون 600 300 مليون 400 مليون، اشنا هو؟ اش كلشي هادشي انفليتد؟ علاش؟ لان عارفين فلوس المخدرات خصهم يتصرفوا. ديت الطبيب اللي عملوا الصابون، الطبيب هادشي اللي كاين، هادشي ديال الدعارة، هادشي باقي ومازال غادي يبقى. وقلت لكم انا في النهار الاول شد هادشي شي 3 سنين، سمحوا لي يعني راني يعني شدني الفلو، الفلو روح. قلت لك هادشي هادشي جاري به العمل وغادي يبقى بحال وهذا، وحنا ما غادي نقدوش عليه. علاش؟ لان فيه كلشي، في القضاة، في العساكرية الكبار، في كتاب الدولة، في المحاميين، في كلشي 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 دخل في هادشي. مدي ايوا هادشي كلشي. علاش علاش باش المخدرات المخدرات مدي باش نتكلم على الكوك الكوك مدي ايوا الفلوس خصها تبدل. ايوا هادشي هذا هذا كيفاش هذا جا من امريكا ما عرفتني جا هذا 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 اللي تقولوا عليه رضا ما رضا. ايوا هذا كيفاش هذا جا هذا ودخل مع هذا ودخل مع هذا، وهو راه جا ما عندوش فلوس، منين باغي يجيب فلوس؟ جا ديال البزنس، لقى درية تما خصها تستر عرضة بعد تجربة طويلة، تزوج معاها وبدا يبيع يشري فيها. قال لك حق درنا درنا هذا 180 مليون هذا، وزيد على السلعة وهذا وهذا والطوموبيلات وهذا فلوس. والفلوس منين جات؟ جات من المخدرات. وشكون اللي معاهم؟ معاهم البوليس. وشكون اللي معاهم؟ شكون اللي تبيع الطريق العسكرية؟ ايوا انا قلت لك انا قلت لك انا قلت لك شحال مرة شحال مرة في الثمانينات ولا في الاخر قول الثمانينات، ثمانين حاجة ثمانين، كنت نمشي 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 لفوينغر ولا ديك الساعة نمشي لفوينغر وندخل لواحد البار يقول لي لا سيبا، دابا بدلوا لي السمية، ماشي لا سيبا، لا كوبا، مقابل مع تشاش، تشاش هي هنايا هو اللي جهة أخرى، دابا باقي 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 حال، وكاين الوسعة، ديك الساعة مازال كان واحد الإنجليزي هو اللي شادو، إيوا مشيت مشيت نمشي، وكان واحد واحد البيانيس كانت تخدم في الدون كيشوت، قالت لي قالت لي أنا كنت نخدم في الدار بين، قالت لها فين؟ قالت لها في الدون كيشوت بيانيس، اسمها دبرت عليها اسمها، مرا كبيرة وغليظة وشي، قالت لي كنا نخدم تما في الدون كيشوت، إيوا معليش. هذاك البار تيجيو لي قال لي هذاك واحد المرة هكا نشوف شي جوج مغاربة مع واحد بلوند وأنا في جهة أخرى، هو مخليهم وافقوا لي يتكلموا عندو. قال لي عرفتي شكون هما؟ قال لي هذوك راه من بلادك. قال لي هذاك راه هولندي، قال لي تيجي كل شهر هنايا ويعطيني يعطيني لي كارت فيزيت، واحد من البوليس وواحد من الديوانة. ما عرفتش اش من نقرا عنهم كي داير مدي مدي هذا تيجي قال لي تيجي كل شهر هنا لانه تي ولا تشوف هادشي جاري به العمل، هادشي جاري به العمل. وجي هو قال لك حقا تعدوا عليا ما تعدوا عليا، البوليس يعرف البوليس يعرفوا معاهم يتعدوا، ولكن المعامله اللي قال هو اللي عامله كانت صحيحه، وقول بو خذوا لي فلوسه هذيك لا. ايوا حنا كون البوليس هنا ملي يكون ينفذ العمل ديالو ما يتعداش، ايوا ماشي يبدا يصيد عباد الله اللي يبدا يفرميهم، لا لا هذيك لا. ايوا هادشي لا، حنا علاش تكلمنا ومشينا مع رضا من الناحية لا. ايوا البوليس هما خصهم يبحثو. ايوا وعلى وداك الكوميسيون قالك راه هكا مشى للجنة التأديبية. صافي ناري هاد الحاجة تسمع فيها اللجنة فينا بعدا. اولا هادي ديال هادي ديال الدار البيضاء، هادي اسم العمدة نبيله رميل رميلي، انا من رميلي. وفينا اللجنه ديال التتبع على الملعب الشرفي داك الزبل، وباقي فيه الزبل لحد الان. قلت لي غتعملي واحد اللجنه ديال التتبع
هما دابا داز شهرين واش دارت اللجنه، ولا باقي خصنا نجيبوا لجنه تتبعوا لجنه قاضي بحاكا يا سي دو سويد كيما يقولوا بك اللغه بارلي فرونسي فهمتي. ايوا في اللجنه في هادو هادو قالك حقا دوزوه في اللجنه التاديبيه ديال شويه اللي قال لي شكون اللي غادي قال لي شكون اللي غادي يقدم قال لي شكون هذا قال لي بقى الزيف ما عرفتش واش تقول لي حنا شي حاجه كانت تقول لي حنا شكون يشهد عليك ما عرفت ما حنا ميت ما بقاش نسقسيها كان شي واحد يعرف لك المثال يقول لي فهمتي كيفاش قال لي هذا قال لك حقا دوزوه في اللجنه التاديبيه وداروا معاه وصيفطوا عطاو كراد جديد وصيفطوا لها شي مدينه اخرى لها شي مدينه غابره ما كاينش في الخريطه صافي تمشي تم يدوز 3 سنين وياخذ ميتاسيون ويرجع تاني لبلاصتو وبدا والفساد يستمر هذا ايوا دابا حنا شنو تنقولوا هذا نخلقوا وماشي سوقنا اما هذا الفساد هادشي ديال النساء وهادشي هذا وزيد عليهم حتى لا رويال واحد المره جاو هنايا داروا واحد المعرض جابوا معاهم الاول مصاصات شنو هادو اللي تقول لهم تبغى بالعربيه اللي ممكن جيبوا معاهم مشينا في كافي رويال مشينا تما قصرنا الماكله والشراب هذا وهذا ايوا الاخر هذا قال لك بغا يمشي يقصروا ايوا مشينا ندير تاكسي صاحبي شد تاكسي واش ندير تاكسي خرج من كافي رويال هبنا الحفاري ودينا من الحفاري وتشوف ما يا 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 دبروا لك راهم كلهم مشوا مع السعود ومع العرب ومع الكويت هادو يجيب لهم دي مونكا شكون جابتهم من رويال جابوا لنا القحام حاجاك فهمتي ماشي واش سوق اش كاتب الدري هذا قال لك الحراره في مراكش واش من الحراره الحراره في مراكش دائما كاين ما كاينش الحراره كاين الحراره ديال الفساد قلت لك هادو هادشي تاع رويال تساهم في هادشي تقح بينهم فهمتي هذا موجود واش نقول لك انايا اما هادشي ديال الفساد ما نقدوش عليه انا غنبقاو نتكلموا عليه ولكن نبقاو نتكلموا عليه تنتكلموا تولي نورمال فهمتي ماشي شي حاجه كثيره فهمتي باش نبقاش نعطوها اهميه ماشي بحال غادي مشدين باش المحاكم اما ما قعدني شكايه قالت لي قحبه ودي لك قحبه واش نايا قالت لي قحبه كاتبه ليا واش تي يا الله ثاني هذا وانت اللي مضارب على الورد ديالك لو شي واحد هرس لك وجهك بالموس قد تسنى علاش لان شي وحده مع وحده دعاها وقالت لها انت قحبه في الفيسبوك اجي ودير هذا ومشي للقاضي يقول لها انت تشوي هذا واش هذا القلاوي هذا بقا تجيبوا لنا هذا الشيء انت هذا وتتجامي داك التسيير ديال المحاكم حنا ما عندناش القدام اولا القدام ما عندناش لان داك الشلح ما كتعمل تعمل تحت الطابله تبيع 20 تحت الطابله داك الشلح اللي مات ليه وحده في الطوموبيله ديالو سترو عليها داك الوزير ديال من العدل والظلم ايوا واش من يخرج لنا القودات يكثر القودات باش الحركه تتمشى وكتاب الضبط ودير لنا السجون في المحكمه يدير حدا سجن ويدير حدا كوميسيري باش ما يبقاش داك الشيء ديال الترانسبور ولا هذا ديك الساعه من الكوميسيريه للمحكمه للحبس فهمتي هادو الحبوسه فهمتي هادو الحركه تتمشى ما قال لك هذا انجازات قال لك مشى الرباط وتلف يسحب راسو في فرنسا وحبس لك شي خريه ياك كل حبس لك خريه تعرف راسك انت في فرنسا ولا في الرباط هكاك انجازات والله العظيم الى هذا الانجاز اش من انجاز هذا ديال سي تحفه ما تكذبش عليا الله يرحم با قلناك ديك المره ملي تجي المغرب تقولش لي الانجازات ما كاين لا انجازات لا والو واش تقدم معك كيسيمي الله يرحم با مع كيسيمي في ساك نتايا ها هادي كيسيمي ديك الزقه طويله هكا هذا اسير هادي هو يقول حق الانجازات الانجاز ما كاين انجاز ملي يكون المراحل موجوده والمساحات الخضراء موجوده والملاعب القرب والملاعب ديال البعد كلشي موجود والمصحات هذا هو الانجازات باش دير لي هذا دير لي هذوك اسمو هذوك مالك يقول لهم المول هذوك كل القحابة هذوك ما تلقاها المرا الثانيه ديال شي واحد ولا المرا بنت شي واحد ودير لك شي تما باش يبيدوا الاموال ديالهم قلنا خسرناهم وديروا المول تمشي عند مرت اخر شي تلاها معاه تعطيهم شي حاجه للخاويه وتبقى المول ها زهراء ها ميلودا هذا ويقول حنا الانجازات من الانجازات هذاك المول شحال هو فيه ريحه الخرا
تلخ عاد صوبوه حتى الناس تشكي. خلي الله يرحم بقصي تحفه، ما تقولش لي عن انجازات، ما تقولش عن انجازات. انت والميريكان باقي تكلم معايا، لا تكلم معايا بحال انا هذا. لا 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 ما قابلاش، ما كاين لا انجازات لا زبي. ما نقول بحال هكا، اسمح لي اسمح لي انا قليت قليت لك حياة. والله ما كل بعرف سخسي لك الحياة لك الصلاه. فلهذا وفين اليوم اختي كونجي، ما صحبتش تاخذ كونجي ومعليش. وذاك هذاك ديال برلين تو سكت، ما فينا هو ذاك ديال برلين، باش يجي يحل لنا فهمتي، باش يسل ليا حتى انا شويه فهمتي ثقيل. والله ما عرفتش عاصم، والله ما عرفتش يجي باش يسل لنا. سينا اسمو مروان، مروان نمشي مروان لطفي. فين قال سي مروان اخرج الله يرحمه، قال العيال تيتسناو فيك، تيتسنا فيك احنا. حللنا باش نعرفوا شو واقع، اش واقع في مراكش. العيساوي راه خرجت بحب اللي قال لك، قالت لي هما انا وعدتهم على خاطر، قال لي ما كنتش غنجي وعاد تفكر بان وعدتكم. اش ها هي وعدتهم، خرجت دوزت نص ساعه وما قالت لنا والو، مشات بحالها مسكينه. وكاين ديك الاخرى اللي عجبتني اللي كانت تحل مزيان، هذيك فينا هي ما عرفت سميتها، هذيك خصنا نتصلوا بها نشدوا فيها. حنا هاد الايام الحمد لله والله العظيم الا تنبان بحال شي واحد يلاه شاب قطع دور هنا يلقى هذا، دوز هنا يلقى هذا، كلشي تيكتب ولا قطعات على الجهل. على الجهل والناس هنا. هادي 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 بالرواج، ماشي بحال واحد قالك انا صحفي مصحفي رب اللحية وبيرجع راسو ستيتمنت في هادشي ديال البريس. هو بعدا قالك صحفي بصح انا ما كنعقل عليه ملي كادير يلعب لك البرامج ديال الدراري. قال لهم واحد هذا واحد، قال لهم شي سؤال هذا ما هذا، قال لهم لا بوبي روبسون هو اللي كان لونترينر ديال الانجليز في 66 لا كوب دي مون 66. راح تقول اش من بوبي روبسون. الف رمزي وعلى الاخر رجع ولا اسمه ستار. هو صحافي هادي، انا ماشي صحافي انا هذا هذا. وها هو مين انت تعمل بنت صحافي كدير تعمل البحث، البحث على الاسئله اللي تعطيو الجوابات. ماشي مشي تقدر تقول لي تكون لنا بوبي روبسون. بوبي روبسون هو اللي كان مانجر ديال الانجليز 66 شتي. وانت بحال هذا ودير اللحيه اللي بربع اللحيه وبغي يبغي يبغي تا هو زعما كيبغي يدير راسو بحال داكشي ديال اسمو هذاك ديك العصابه. تا هو راه جورناليست دو لامدي هذا. سيرو سيرو بركه من الحيز وبركه من تعدوا على بعضياتكم دي. علاش ما تجيوش تعدوا علينا حنا حنا في الخارج وشوف شنو نقول لكم؟ علاش ما عندكم ما ديروا هما في المغرب تقنيو لهم تعملوا شكايه وتبدا تزرزروا فيه. ايوا لقيتوا ذاك المهداوي درويش مسكين دوز الحبس ما بقاش بغا يرجع الحبس. والله وحنا حنا حتى حنا هنا غير اللي بغا يحقر على المهداوي نحقروا على ديال المؤمن هنايا، ما خاسرين والو حنا فهمتي. هذا صحافي انا باقي عاقل ملي كان ديال البرنامج للدراري ديال البراش. قال لي شكون هو؟ قال لي الاسئله شكون كان المدرب ديال الانجليز 66؟ والاخر قال لي بوبي روبسون. شتي هذا بوبي روبسون كان يلعب كره مع فولهام وكان مانجر ديال اسبويتش، ومن اسبويتش ولا مانجر ديال الانجليز وعاد مشى نيوكاسل وداك الشيء. هو من هنا واحد نيوكاسل وقال لك لا ما شتي هذا. قال لك صحافي صحافي ولدي نوض يعمل البحث ولا يجيب الناس يبحثوا لي يبحثوا لي على الاسئله وعلى الجواب وعلى كل شيء وعلى المواضيع دي الجور. ماشي السوب دي الجور، لا 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 دولة. قال لي واحد ما عليك ما تقول ما تخرج. ايوا انا بغيت نلعب بغيت نفوج على كري تنجي لهنايا قد ايوا انتوما لاحظوا الا كنت شي حاجه غلطه جاوبوني فهمتي. يعني حتى مرات تنسى وتنخربق فهمتي، ولكن كان شي حاجه عاد نصحح راسي الغد له فهمتي. فلهذا كنت معكم انايا من هنايا وتصبحون على خير وشكركم على دابا هاد الفيديو الفيديو غادي يتحركهم ليا. ايوا تاني مغلفق مع الصباح غادي نعاود نصيفطو مع تاني. يوم اللي تنصيفطو من برا الاول تاني عاد يحيدو لي المونتيزاسيون عاد ديك الساعه تبدا من زيرو. ولا تمشي ليا تقريبا قلت لكم ديك المره تمشي ليا تقريبا شي 100,000 صوت في السيمانه. قال لي واحد ما عندكش متتبعين، واش هو نتاج؟ ما عندنا متتبعين لا والو، حنا ديك 4,000 5,000 هذا فهمتي. هي فهمتي بارك على في الفيديو هذه اللي خدناها حنايا، اما اللي خد اليوتيوب زيد على 7,000 هي 11,000. بارك عليا شنو نقدر انايا؟ ايوا 11,000 واحد ولا 12,000 واحد ولا 16,000 واحد في الفيديو بارك عليا فهمتي. ايوا ايوا قال لك غير حنا بشويه بشويه وحنا غاديين. الحمد لله دابا قربنا نلحقوا 176 ولا 177، قربنا نلحقوا 177. وركوا وركوا وشاركوا وبارطاجيو وديروا اللي بغيتوا فهمتي. وسينيالي حتى سينيالي بلا ما تضيع كركم الفيديو ديالي مسينيالي من عند الروبو هو تيسينيالي الفيديو ديالي. السلام عليكم.
اش قلتي منى فين كنتي انت مع شي كلوب ديال العيالات؟ اش ديري في داك الكلوب ديال العيالات منى؟ اش قلتي؟ ما فسري ليا. قلتي لي انا مسكينه منى قالت لك حق اليوتيوب قهره ما بقاتش كدير على اليوتيوب. دابا مشيت انا مشيت تبركب مع شي عيال اخرين ديال الميريكان لان هادو ديال المغرب صرت متصور بعندهم. دابا مشيت عندك دوك المكسيكيات وداك الشيء ديال ساوث امريكا في ديك لاس فيغاس، كل العيال تيخدمو في الكلينين وتيخدمو في تشامبر مان وتيخدمو في هذا، تمشي تجمع معاهم تما فهمتي. منى معنا ما دير هي والكلاب ديال معنا ما دير. تحية الأخت منى، إوا ها هو هذا. أودعكم من هنا، كان معكم أنايا من هنايا، واللي بغى يسب يسب مرحبا به، واللي بغى يدخل شي صراع شي صراع حنا مرحبا به، حنا عندنا التقاعد. سمحوا لي أنا غدا غادي نمشي قلت لكم غادي نمشي عند الطبيب، نمشي عند الطبيب عند الفرميات ياخذوا لي الدم، الدم ديال بي 12 والدم ديال السكر باش يقلبوا عطيه باش هذه فيزيت ديال افري 6 مانت شهر شهر لان تيقابلنا ماشي بحال المغرب تيقول سير جيب الدواء من عند داك سير عندك دير سكانير سير عند اخر دير راه سير جيب الخيط من برا والطلبه مسكين الطلبه غادي يخرجوا ما يخدموهمش ما يخدموهمش اه والله يعني تيهوتوا قال لك الجامعه بحال شي ديال الفلالس داك الدجاج ديال الباتري هذوك السخونيه بحال هكا ها الدراري هذوك الدراري ما يدخلوش ما يمكنش الخدام اليوم ما كاينش الخدام اليوم حيت يديو بلاد الصحراء وغادي وكاين الناس غتبقى شوماج واش تي ما كاينش علاش ما كاينش البرنامج واش ولا شعل الضو اسمحوا لي شعل الضو ديال المواد هذا غادي يخرج عليا في الضو الضو غالي الضو غالي هذا ما تحلو الحلو اسمحوا لي انا ما عنديش في الجشرين الحولي لا حولي لا كامبو ما خلاش اخويا ما خلاش كاين ازمه وين تكون ازمه ندير ازمه وانا غادي نهار ان شاء الله نهار العيد نهار العيد ديال التضحيه ماشي العيد الاضحى عيد التضحيه انا غادي نضحي النهار كله غادي نعطي الشرف فابور للاعضاء ديالنا لانني انايا تنسوفري بحالهم انا تنسوفري تنحس ب شنو هو نبح لينا دخل تقاول ليهم واش نبح الحس ديال اخر نديرو نتبرع لكم بالشرف مشي انايا المعهد درنا اجتماع وصوتنا بالاغلبيه هو انا دي قال لي واحد واش تسطيتي قال لي واحد ما دخلش الجنه والله قال لي والله ما دخلش الجنه واحد تيحلف والله قال لي والله لا تخلي الجنه قالك انا نتمناك تمشي سكران عند ربي شو هذا حمار شوف هكا كده هكا تيسبوني دوك عرفتي دوك المسلمين المنافقون تيب هكا ليا قال لي واحد قال لي الله يعفو عليك واخويا انا الله عافى عليا حطني في هاد البلاصه داخل سوق الري تنتكلم معاك نتايا ونتكلم مع الاخر عندي جوج مسيطرهم لي الدوله باش يحميوني ويحمي كرم عندي لاجيت وعندي المخابرات واش كاين شي حاجه اكثر من هادشي اشنو الوداد دات الشامبيون عرفنا قلنا شحال مره وجدين نلبس الحمر عاوتاني باش يشبعوا فيه الرجاوي السبان تحيه لدرب السلطان المره الجايه مديو والو انتم